كبير جامع طغار طرايع، جامع طغار طرايع النصر، كبير جامع طغار اللي هو وسط جامع طغار اللي جنب خزان بتاع النهر الصناعي، الخزان اللي جنبه في بير حفرات البلدية، وجاهز جاهز للاستعمال. اللي خارج المخطط اليوم نحفروا بير في الجهة الغربية، وعاطين زوز مشاريع زوز أبار في الجهة الغربية، وقعوا وقودها وبالطبع يخدموا ومستعدين بقى حتى تشكو فينا وانت تشكو النايب العام. اما تبقوا احنا ما عندناش مشكلة ندافع على حقوقنا، هم ما ندافعوش على ارواحنا، وقال جينا طلبنا حاجة ارواحنا عشان شكلنا العصا ودو فينا. بارك الله فيك. مع السيد محمود اللي هو وافق على طريق المزرج وسط الصواني والطريق الخلفي، قال هذا حيكون مكملات البنيه التحتيه نتاعها. استقطعوا من المرافق المتكامله. ايه من المرافق المتكامله. نفس الخزانه اربعينات متر مكعب الازازيه نصرف عليه حوالي 50 مليون، ال 50 مليون هذه بامكاني نكمل بها خزان الزراعه 200 متر مكعب دوله في دوله. انتم النهار جاهز كمرافق. بدل ما ندير نوصلوا منا خط فرعي لوسط العزيه وخط فرعي لوسط الصوان. من التغار تقصد؟ ايه من التغار، احنا البلديات نتكفلوا بالتوصيله مثل لا نفتحوا حتى احنا كان وافقنا عليها وشفناها وتمكنا منها. عقد اجتماع بديوان بلدية الصواني ضم كل من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومهندسي إدارة مشروعات الإمداد المائي ومهندسي مكتب جهاز جفارة للتباحث حول المشروعات التي سيتم تنفيذها وجاري تنفيذها في بلدية الصواني، وبالأخص منظومة نقل مياه لتغذية مدينة الصواني بمياه النهر الصناعي. مستهدفة مدينة الصواني بتغذيتها بالمياه عن طريق منظومة العزية جنزور لنقل حوالي 80 ألف متر مكعب. أيضا مستهدف تنفيذ خزان سعة 14 ألف متر مكعب في بلدية الصواني، بالإضافة إلى مشروعين إمدادات مائية يغذوا الخزانات القائمة والخزانات المقترحة العلوية. أيضا سيتم تغذية مدينة الصواني في القريب العاجل عن طريق خزان التغار وربطها بشبكة الصواني القائمة ليتم الاستفادة منها بشكل مستعجل والاستفادة من مياه النهر الصناعي للمواطنين. نبشر الأخوة المواطنين بأن المشروعات قائمة وجاري تنفيذها، وذلك بدعم من عميد البلدية ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان المرافق المهندس محمود عجاج. بإذن الله القريب العاجل حيتم توصيل مياه النهر الصناعي إلى المدينة. نبشر أخوة المواطنين والله ولي التوفيق. المسير دور بنفذ الخط بتاع العزية دير متلد أظن بخط تم هذا تندير المتلد نحسن ممتاز تمام. لو أنا غديت خزانة الغار المهندس شعبان قال لك أنا بعدين ندير خط لشبكة الصواني من خزانة الغار للصواني قداش كيلو؟ تقريبا 4 كيلو. هذا عندي تعليمات من تو خلي يقوموا في الأمر التعديلي تو تمام خلاص تم تم به. كما عندنا لما قلنا احنا الخط النقل اللي هو الرئيسي لو فرضنا تم عندنا شبكة عزدين بالعيد الحراري من الثاني اداره امداد المائي خزاج صار يتموه من خلال شركات دار الدعايه او تدارف اجراءات ثانيه. في حاجه ثانيه الحكومه اولت اهتمامها بالمشاريع الصغيره نتيجه ان انت عارف 1/12 ما عندناش ميزانيه. احنا عندنا المهندس عاشور طبعا يا ريت احنا المشاريع ينضموا عن طريق الامداد المائي نخلي الوحيد يزرع فهمت. لكن في نفس الوقت تبدا انت تعرف شو تخدم انت المده فات تقريبا لما جاتوا تنفذوا يا هجني خيوط كهرباء قطعتوه ايه عارف اعمده كهرباء كيف ما كبيره في الناس طيب انا في السوق باهي والخزانه الثانيه اللي هي تبع مدينه السوان ما جبناش رسم استماتيك عليها علاش لان احنا واقفين على الاجتماع هذا اللي نجتمع معاهم باش نديروا لها رسم تخطيطي ونوضحها وبعدين نشوفوا اللي بنضيفوه اللي مثلا ونشوفوا اللي تفت فيه البلديه واللي تفت فيه الجهاز بحيث ان نديروا رسم كامل.